بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم على غير العادة هو على برنامج أدوب إليستريتر، وهو حول تصميم ختم دائري يكون بهذا الشكل. ملف عمل جديد بهذه المقاييس، نضغط على تحديد قاعدة العمل ثم كنترول R لإظهار المسطرة، ننزل خط توجيهي هكذا للمنتصف هنا ثم من السهم الأسود، بعدها أداة رسم الدوائر، ومن المنتصف مباشرة وبالضغط على نفتح Alt، ننقر، ننشئ دائرة بهذه المقاييس. يمكننا إعطاؤها لون، وليكن هذا مثلا، ثم نقوم بنسخ الدائرة ولصقها، وننزل الدائرة الجديدة إلى هنا. سأغير لونها قليلا، أيضا أقوم بنسخ ولصق الدائرة، أنزلها هذه المرة إلى هنا، أيضا أقوم بتغيير اللون إلى هذا مثلا، لأعلى هذه الدائرة، لاحظوا معي طبقات التصميم. الدائرة الثانية هنا سنكتب عليها، إذا سنختار من أداة الكتابة هذا الخيار، ثم عندما يكون مؤشر بهذا الشكل ننقر. لاحظوا أن الكتابة هنا صغيرة، سأجعلها كبيرة، وبخط دعم اللغة العربية سأختار خط أسماء البلتاجي، هو خط يدعم العربية واللاتينية معا. نكتب هنا مثلا السهم الأسود، ثم عندما يتحول المؤشر بهذا الشكل ندير المربع إلى العكس هكذا، سأضغط شيفت لكي يكون بشكل مستقيم، ثم وسط الكتابة هكذا، أيضا سأسحب عندما يتحول المؤشر بهذا الشكل هكذا. الآن يمكنني مضاعفة هذه الطبقة، إخفاء النسخة الأولى، ثم دائما من السهم الأسود وأسحب هذه المرة هكذا. يمكنني بالسهم الأبيض، ثم من هذا الخط، لاحظوا معي تقريب، من هذا الخط يمكنني سحب الكتابة للداخل هكذا. نعود للسهم الأسود ونسحب إلى الخلف قليلا هكذا، نظهر النسخة الأولى ونقارن. سأجعل الكتابة 48 كما كانت وأقارن. يمكنني ترك الكتابة بالعربي أو كتاب نطاق مدونتك أو موقعك بالحروف اللاتينية هنا. دعونا نجرب.
الآن أكتب الخيار الأول هنا، لكن هذه المرة وسط الدائرة الصغيرة. أمسح الكتابة هنا ومن قائمة تيب نختار ليفيز وأختار خط أرابيسك ديسكتوب. نختار هذه العبارة سهم أسود، أقوم بنسخ ولصق لهذه العبارة، أسحبها هنا. هذه المرة أيضا نعود إلى خيار الكتابة، أقوم بتحديد هذه النسخة وأغيرها لرمز آخر، مثلا هذا الرمز. يمكنني إخفاء هذه القائمة. الآن يمكنني من قائمة Object ثم Transform ثم Rotate أعمل نسخة معاكسة للزاوية 180. أسحبها إلى هنا. هذه أرجعها قليلا. العبارة هنا أجعل قيمتها هنا 220. أعود للدائرة الأولى هنا، يمكنني أن أعمل لها ستروك أسود بالقيمة 3. أيضا الدائرة في المنتصف هنا أيضا ستروك أسود وبالقيمة 2. وأنهينا الخاتم، نقوم بتصديره بصيغة PNG خلفية شفافة. هذه هي نتيجة الدرس. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع أحبائكم وأصدقائكم، والسلام عليكم.